احنا فرحانين انتم تشوفوا بان ابناء الجاليه المغربيه دائما وراء الفريق الوطني المغربي لهذا الجيل اللي وصلنا لنهائيات كاس العالم. والحمد لله راه هذه 20 سنه وحنا تنتسناو هذه الفرصه. اليوم ها هي الفرصه جات قدامنا. احنا تنشوفوا المباراه كانت جد جيده من طرف ابناء المغرب الحبيب، والحمد لله الخير باقي القدام، ولازم وضروري واكيد نكونوا دائما وراء هذا الجيل اللي الحمد لله تنشوفوا سياسه سيدنا الله ينصرو تجاه الشباب غاديه في طريق الصواب وغاديه من احسن الى احسن. وكذلك هذه الجامعه اللي اليوم خلتنا نشوفوا فريق جد متكامل، ظروف ما ساعدتناش، الحاكم كذلك. وتنتمناو اننا والخير باقي القدام مع هذا الجيل، اكيد اكيد غادي يوصلوا لشي نتيجه، وستكون ان شاء الله 2030 في الديار المغربيه، وبفضل هذه المجهودات ديال سيدنا الله ينصرو وديال هذه الجامعه وديال هذا الشعب المغربي الكبير، هذا الشعب العظيم. وتنتمناو نكونوا في
أهل لأننا أهل بهذا تنظيم الكأس، لأن عندنا كل شيء، الشعب مضياف، البنية التحتية كلها موجودة الحمد لله، وتنو غادي نوصلوا إن شاء الله، غادي نوصلوا ديما مغرب ديما مغرب راسين كلوب سبور كولتور تنظم هذا الشيء كل فوق ما كانت الظروف، تنحاولوا نقدموا شي حاجة باش نجمعوا الألم الشمل الجالية المغربية، وغادي يكون دائما وموعدنا إن شاء الله المرة الجاية مع أمسية المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال يوم 17 نوفمبر. بسم الله الرحمن الرحيم. كما لاحظ الجميع بأن اليوم المنتخب الوطني المغربي بلا واحد البلاء حسن، اللاعبين قدموا كل ما في الجعبة ديالهم. لاحظنا بان جميع بان المنتخب البرتغالي لعب فقط في نصف الملعب ديالو، كاع ما هجم تمارك علينا واحد الهدف في بدايه ديال المباراه. تنظنوا انا جد متاكد بانكم ما تسجلش علينا ذاك الهدف في بدايه المباراه، تنظن بان المنتخب المغربي كان يخرج فائز، ولكن من هذا المنبر نرفع القبعه للاعبين المغاربه على الروح القتاليه ديالهم، على الكره اللي فرجونا بها بهذا المصطلح المنتخب المغربي. ما اللي يمكننا نقوله بالمجمل بانه منتخب اللي ما كانش عنده الحظ في هذه المباراه، وراكم شفتوا بانهم فرق عالميه كبرى في هذا المونديال هذا. ما قدموش واحد النتائج جيده في اليوم. تنقولوا للاعبين باننا احنا معاكم كما فرحتونا ذاك النهار باش تاهلتوا المنتخب بعد غياب 20 سنه، اليوم تنقولوا لكم باننا حتى حنا معاكم، ورغم الهزيمه تبقاو الاسود ديما. وشكرا لكم. المباراه كانت زوينه اليوم، كانوا اللعابه حاضرين في التيران، كانت عندهم عزيمه قويه، بانوا لينا لعابه. سي دوماج ما وصلوش للاهداف، كانت ناقصهم الثقه، والثقه فقدوها في الماتش الاول. كون كانوا ربحوا الماتش الاول كره اليوم عندهم ثقه كبيره، كره فرحونا وفرحوا المغاربه كاملين، ولكن راه ما كل شيء غنبقاو وراهم جوسكو بو. انا عجبني الماتش، المغاربه لعبوا مزيان ما شاء الله عليهم، سي دوماج ما زعموش شويه باش يماركيو، ولكن حنا مغاربه تنبقاو خوت، حتى مغربي تعنا في الدم. فيف لو ماروك، الله الوطن على الملك. وي انا راضي على المنتخب ديالنا، لعبوا مزيان والحظ ما ساعدهمش، ان شاء الله مرة أخرى هذا ما كان، ما لعبوا مزيان، الله يسهل عليهم إن شاء الله في ماتش آخر. اليوم جينا نتفرجوا مباراة اللي بين المغرب والبرتغال، وحنا فرحانين لحقاش شرفونا، واخا كان واخا راهم خاسرين 1-0، ولكن كانوا لاعبين لعبوا مزيان، وحنا فخورين باللعابة ديالنا، ونتمنى لهم إن شاء الله اللقاء الجاي ربما ضربة حظ أو ربما يربحوا. وكنشكروا مغاربة العالم، وحنا هنايا كنمثلوا المغرب، والمغرب دائما في قلوبنا وغادي يبقى في قلوبنا. كما شفتوا اليوم المقابلة ديال المنتخب الوطني ضد نظيره البرتغالي، كنا كنتظروا أن الأداء يكون جيد، وحقيقة هذا الشيء اللي كان. المنتخب الوطني كان حاضر بقوة فوق أرضية الميدان، دار محاولات، سيطر على الكرة، المنتخب البرتغالي ما دار ولا شيء، ولكن الماتش ديال إيران هو اللي خلى أن الثقة يفقدها المنتخب الوطني، وحنا راضيين عليه، ونتمنوا ان ايرفي رونار يبقى مع المنتخب. انا لم ساقبش عيب، جيت لقيت الفرجه، تفرجت مع راسي، الماتش كان امبيكابل، ايزون بيان جوي، والحمد لله نطلبوا من الله العام اخر نكونوا مقدمين، وهذا الشيء اللي كاين الحمد لله. Thank you.